اللحمه المفرومه مع السبانخ مع الجبنه، هنعمل سمبوسه بالسبانخ واللحمه، بنحط في قلبيها شويه جبنه موزاريلا مصطفى. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا شيف بجد، اتفضل. وده مش مجامله، انت كل الامهات بتحبك. الحمد لله رب والله العالمين. العظيم حقيقي هقول لك على حاجه حلوه. قول لي يا حبيبي. عشان اللي انت فيه دلوقتي انت مرضي والديك، كل الناس هتحبك. الحمد لله، رضا الرب ورضا الوالدين، دي حقيقة. دي روح الله يرضى عليك وعنك يا حبيبي. معانا سبانخ طازة، معانا سبانخ طازة، معانا عجينة سمبوسة، وانا اعلمك تلف السمبوسة ازاي برضه عشان تلف سمبوسة للحاجة. ماشي، بس انا بعرف الف المحشي يا شيف. بتلفها؟ حلو، تعالى. المية لا، انا بعرف الف المحشي. هنغير ده، هنغير الجهاز بعد اذنك. المية تكدب ليه؟ المية دايما بتكدب الغطاس. طب خد يلا البس دي كده. حبيبي بقول لك ايه يا شيف؟ نعمين. انا غرقت 3 مرات قبل كده. ودي عجينه. وعلشان كده قلت هتعلم الايه؟ هتعلم العوم. حلو. فانت دلوقتي لو وديتني البحر هتعلم، ما تقلقش. حبيبي حبيبي يا مصطفى. قول لي يا مصطفى، انت سافرت بره؟ سافرت كتير الحمد لله. لما بتسافر بره بتحن للاكل الشرقي والاكل المصري؟ عايز اقول لك بحس ولا بتاكل اكل البلد؟ لا باكل طبعا، بس بحن الاكل بلدي طبعا، لانه اكل بلدي واكل وثقافتي اللي انا اتربيت عليها وتعلمتها وعشت عمري كله فيها. بتخليني ناقصني حاجه فعلا. حلو. حقيقي ناقصني حاجه. بس عايز اقول لك على حاجه ثانيه يا شيف، احنا كل شويه لما بيتقدم بينا العمر شويه شويه بتبقى عندك ميل اكتر للاكل الهيلثي وتقليل طبيعي. وتقليل الاكل نفسه يعني، تعمل ممكن كنترول يعني. كنترول شويه يعني. انت حلو. الاول كنت ممكن تنزل الساعه 1 بالليل تروح افخم واشهر مطعم في مصر. حلو. تروح تاكل. حلو. تاكل بقى ممكن تاكل حاجات دسمه بالليل، تاكل حاجات تقيله، تاكل حاجات فيها دهون، تاكل في حاجات فيها كده. حلو. لكن بعد شويه بيبقى عندك، لا انت ممكن البطن دي او المعده يعني ممكن سندوتش جبنه يا شيف يغنيك عن كل التفاصيل دي. لا، ما انت برضو لازم تختار المكون الغذائي اللي بتاكله علشان تستفيد بيه. ما يعني ما ينفعش اكل جبنه لوحدها، جبنه مع طماطم مع جرجير مع خس. طبق فول، طبق السحور بالنسبه لك بيمثل ايه في رمضان؟ طبق الفول. والله يا شيف انا عايز اقول لك على حاجه انت ممكن ما تصدقنيش فيها. لا صدق. انا ممكن افطر جمبري واتسحر جمبري واتغدى جمبري. انا جيتش ملعبك طبعا. تمام. طب انا قلت حاجه ممكن اكل فواكه البحر او الاسماك عموما يعني، اكلها 5 مرات في اليوم ما عنديش اي مشكله ابدا. عارف ليه بقى؟ ما اعرفش، في حاجه غريبه بتحصل معايا. اتفضل. انا بعد ما باكل الحاجات دي يا شيف ساعه بالظبط او ساعه ونص الاقي نفسي جعان. حلو. ما اعرفش هل ده ليه عندك اي استفسار او تفسير؟ لا، هي الفكره كلها انك بتمضغ الاكل جيدا فبيتهضم بسرعه علميا يعني. اما انك تجوع كتير ديت انك انت بتلعب رياضه. انا طبعا بلعب، بس انا بقول لك في الحاجات السي فود بالتحديد لما باكلها بعد ساعه ونص او ساعتين بكون جعان. هو طبيعي السي فود بيتهضم بسرعه يعني، ما بياخدش وقت زي بقيه اللحوم. ايه رايك في السبانخ دي؟ السبانخ تحفه، بس انا عايز دي اقول حاجه لك جديده كده. الطاجن ده يا شيف شكله مرعب. بص يعني ما يصعبش عليك كده والله العظيم. الحاجات دي كانت عايزه تيجي على كانت عايزه تيجي معانا على الفطار. بص يعني انت ده تشوفه كده يعني، لو الناس بتشوف الطبق ده كده الجميل ده والله العظيم بجد. بص يا شيف، بص يا شيف من فضلك يعني حييني عليه. تفاصيله كتيره. حييني عليه لو سمحت يا شيف. لو سمحت طبعا. يعني ده انت لما تشوفه كده ويعني تنبسط. لا بجد بجد. قول لي، انت بتشوف برامج الاكل يا مصطفى؟ بشوف احيانا طبعا، بس بشوفك انت بشكل مستمر لان دي قناتي الاولانيه. يا مصطفى مش بجاملك، انا بجاملك. طب والله بشوفك على طول. طب يعني ايه اغرب اكله اتعزمت لقيتها قدامك وجابلت وكلتها غصب عنك؟ اغرب اكله؟ عايز افتكر مره كده. قول اغرب اكله. حاجه كده شفتها في اليونان. في اليونان. حلو. اليونان سافرتها برضو 2 3 مرات. حلو. هي كانت قالوا لي ان هي كفته، بس ما اعرفش ما طلعتش كفته في الاخر، بس ما اعرفش كان شكلها غريب جدا للاسف الشديد. اضطريت ان انا اكلها عشان كان بقالي يوم ونص ما اكلتش. فكنت طعمها زي العسل. هي طلع طعمها حلو جدا. طبعا انا ما اعرفش يوناني، فسالت يا جماعه الاكله دي عباره عن ايه. قالوا لي دي كفته. طب كفته بالطريقه اليوناني. حلو. فحاولت اجيب الطريقه اليوناني دي اعرف الكفته بتتعمل ازاي. برده ما عرفتش يا شيف والله. بس لو رجعت تاني والاكله دي اتعرضت عليها كلها تاني اظن. حبيبي. لكن طعمها حلو. انت كلتها على جوع. طبعا اكيد الاكل على جوع. انا انت النهارده زي ما حضراتكم شايفين فيها شويه تنوع بسيطه وسهله. دايما انا بحب اختار ضيفي وببقى عارف اللي هو جاي. دي الكواليس بقى اللي بتحصل، فبعرف انه مثلا في صداقه بيننا وفي طبعا ود، فبعرف بيميل للاكلات دي، فبعمل بقدر الامكان المنيو بتاعي بيناسب شخصيته، عشان برضه حضراتكم تعرفوا في نهايه الشهر الكريم بنعترف بشويه حاجات. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بعد ضيف النهارده اللي دمه خفيف
سريع البداهة، بيحب المطبخ، بيحب يجرب في كل حاجة، مرضي والديه وده حاجة حلوة. بيحب يخش المطبخ ولكن ما عندوش مانع ان هو يعمل حاجة ما تطلعش مظبوطة بس يجربها التاني والتالت وياكلها، ما عندوش اي مشكلة، اهم حاجة ان هو ما خسرهاش. فبيلف معايا سمبوسة النهاردة يعني هو ما شاء الله سبقني في لف السمبوسة. تسلم ايدك يا ابو الصفا. حبيبي يا شيف والله. ما شاء الله عليك. انت شيف جميل. انت شيف جميل والله. مدلعك انا النهارده. انت مدلعني وانا لا حد يدلعني غيرك يا شيف. ايه رايك؟ بص اهي. تمام؟ يلا. تسلم ايدك يا مصطفى. حبيبي يا شيف. شويه سبانخ. والله. مع شويه جبنه. طب والله العظيم انا شاطر. لا دي هنسيبها، دي مالناش دعوه بيها. معلش يا في الزيت ازاي؟ معلش بقى يا شيف. يا شبات اتقابله زازا. لا خلينا، ما هوش لازم كله يطلع مظبوط مره واحده كده وواحده كده. ايوه. هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. وبعدين المطبخ بالتعود. حلو. المطبخ ايه؟ طب انا اقول لك على حاجه. قول لي. قول لي بقى على الكواليس، اصل انت الوحيده تقدر تتكلم معايا بشفافيه. قول لي. مع الاخوه الزملاء لما بتقعدوا مع بعض في البرنامج بتاعنا. في برنامج. طبعا استضفنا تقريبا 90% من حضراتكم يعني. قول لي على الكواليس بقى. بص اول كواليس ليلى عمر. ليلى عمر عملت لنا، عارف انت الاكل اللي عندها جذور اوروبيه طبعا، فعملت لنا اكل كويس. حل. بس المميز في أكل اكلنا غرب. كمان طبعا اكل غربي شويه. المميز كمان عندنا من الزميلات الشاطرين قوي. معلش السؤال ده بره بره المنهج، بره السكريبت. بره السكريبت مسموح بيا سامحوني يعني. معلش الكواليس بتقول ايه بقى؟ الكواليس عندنا الهام نمر. ده دي استاذه دي بقى. بص دي ما تقوليش ممكن يا شيف. انا عايز اقول لك اكلت من ايدها لحمه وكفته ومحشي. ما اكلتوش قبل ده؟ في محشي جديد بقى، محشي بالبصل. لا تقوليش يعني بتحشي البصل اهو يا جماعه. السمبوسه عملته في العزومه كان جامد جدا. والنبي بص على السمبوسه. بص يا شيف. طب انا راضي ذمتك، حلوه ولا مش حلوه؟ مظبوطه اهي. طب بص هم اللي هيقولوا لك على الجروب. اهي يا شيف والله هم اللي هيقولوا لك على الجروب. اهي قول يا شيف بعد اذنك. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ولا يعني ولا اي حاجه اهو. تسلم ايدك. يعني معانا مخرج عظيم والله. فانا عايز اقول لك انه احنا عندنا الزميلات الفضليات معانا. حلو. في بقى محشي ورق عنب ممكن تاكله من رهام الديب. رهام جابت برضو. جابت محشي ورق عنب. محشي ورق عنب على شويه. بص بقى المحشيه بتاعتها عامله ازاي يا شيف. انا عايز اقول لك طولها المحشيه يا اخي 3 سم قد كده، ومقاس واحد كله. وكلهم مقاس واحد. للاسف مفيش واحده بتبقى خارجه عن الثانيه او كبيره عن الثانيه. انا كده بالنسبه لي السمبوسه. سمبوسه هات السمبوسه. تسلم ايدك. استنى نغرفها مع بعض عشان وقتنا خلص وعدى بسرعه. عشان انت راجل جميل وانت شيف ومرضي والديك. وانت شيف قمر والله حبيبي. سمبوسه بالسبانخ والجبنه طلب الاستاذ مصطفى مزار ضيف النهارده. حبيبي يا شيف اللي ابدع في لفها وابدع في كلامه الحلو والاتصال الجميل من والدته، ربنا يديها الصحه وطولة العمر. نورتنا يا مصطفى. والله يا شيف انا مبسوط ان انا معاك. انا عايزك تعزمني مره على الغداء. انت تشرفنا باي وقت يا شيف والله. حاضر. استاهل ولا ما استاهلش؟ حبيبي حبيبي ما شاء الله. ما شاء الله. تعالى يا درش. ما شاء الله. مبسوط معايا النهارده؟ لا يا شيف كلمة مبسوط دي قليلة بصراحة والله. طيب أنا عايزك كده بلباقة والحاجة الجميلة بتاعتك وأنت دايما متألق على شاشة القناة الأولى في تقديم نشرة الأخبار. قول لنا بقى النهاية إزاي ونهينا الحلقة بتاعتنا. الكلام طبعا يعني الحلو بيخلص بسرعة، والحاجات الحلوة اللي الواحد بيستمتع فيها وبيلاقي نفسه فيها برضه بتخلص بسرعة. والنهارده وأنا موجود مع حضراتكم على شاشة القناة الأولى مع الشيف المغازي في برنامج أكلة أمي، البرنامج الأحب لقلبي ولكل قلوبنا. يعني الوقت خلص بسرعة، كنا نتمنى إن نفضل معاكم أكتر من كده، لكن يا شيف طبعا زي ما اتعلمت منك حاجات. الوقت الحلو بيمر بسرعة بصراحة. حقيقي والله مصطفى. كل سنة وأنت طيب يا شيف. حبيبي قلبي. كل سنة وكل مصر بألف خير. كل سنة وكلنا دايما في رباط إلى يوم الدين، ودايما مصر محفوظة ومنصورة. أمين. وكل دولنا وكل شعوبنا في المنطقة العربية والإسلامية. كل سنة وطيبين، ويا رب السنة الجاية نكون مع بعض تاني في أكلة أمي إن شاء الله. ويحفظنا جميعا. كل سنة وطيبين. شكرا لحضراتكم كل الناس اللي بتابعنا. شكرا للزمايل في الاستوديو. شكرا للمخرج والبروديوسر والسادة المصورين، كل الناس اللي هنا، الجنود المجهولة اللي ورا الكاميرا. شكرا لكم بجد والله على المجهود الكبير والعالي اللي بذلتوه عشان البرنامج يخرج بالشكل اللي حضراتكم بتشوفوه وبتتابعوه. كل سنة وانتم طيبين. تحياتي. We'll be right back.